نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. عندنا خبر، وخبر ليه علاقة بالمنصات الإعلامية وتركيا واللي بيتم فيها بالنسبة لعدد من القنوات اللي النهاردة اتكلموا على أنه اتقفل شبكتين إخباريتين، هما دوتش فيل الألمانية وصوت أمريكا، وقالوا أن ما فيش رخصة بس ليهم. فبالتالي طبقا لوسائل الإعلام العالمية قالوا أنه تم إغلاق الوصول للمواقع الإخبارية اللي أنا قلت لحضراتكم عليها دلوقتي، أن هما ما عندهمش ترخيص بس من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي اللي هو RTUK، وتم إغلاق المؤسستين دول. والمؤسسين من ناحيتهم قالوا ان هم ما تقدموش بطلبات ضد اي تحذير اتوجه ليهم. خلونا نفهم التفاصيل ومعنى الكلام ده ايه. طيب لغاية لما تليفوننا يكون جاهز. طبعا المسألة دي يمكن احنا المواطن المصري يقولك طب انا يعني ايه علاقتي او ليه يعني المؤسستين الاخباريتين دول، وانه ما يتاخدش بيهم ترخيص او تصريح ويتقفلوا، هل ده حسابات سياسية، هل كانوا متسابين الفترة اللي فاتت دي ودلوقتي تم استخدام هذه الورقة للضغط طبعا بشكل او باخر على المستوى السياسي. وطبعا احنا من ناحيتنا هنفكر في المنابر الاعلامية الإخوانية في تركيا وإزاي تم السماح ليهم. طب وضعهم إيه؟ هل اتقفلوا؟ هل في بدائل ليهم؟ هل البديل الإنجليزي هو اللي بقى موجود دلوقتي في الوقت الحالي، ولا المسألة ماشية برضو بالتوازي؟ على كل الأحوال لغاية لما يكون تليفوننا جاهز نرجع نفهم هذه التفاصيل. هل المسألة فنية إعلامية طبقا للسلطات التركية، ولا حسابات سياسية؟ ودايما على فكرة الإعلام بشكل أو بآخر، خاصة لما بيكون في يعني مشاكل أو نزاعات أو تصفية حسابات، بيتم استخدام الإعلام كوسيلة بشكل أو بآخر للضغط على الطرف الآخر أو للضغط على الدولة اللي أنت يعني إما بتعديها أو بتضغط عليها أو عايز في تصفية حسابات أو عايز مكاسب ما. فخلونا ممكن يعني طبعا لما نتكلم على تركيا فساعتها على طول علامات استفهام كتيرة بتبقى في أذهاننا مع أخبار من النوعية دي. لكن يمكن احنا كنا برضو نروح لخبر تاني، كنا من حوالي 20 يوم بالظبط مع حضراتكم في تغطية خاصة من منزل كوكب الشرق أم كلثوم في مسقط رأسها في قرية طمي الزهيرة بالدقهلية. وفكر حضراتكم كان ساعتها بطل الموضوع وكانت قصة وجدل ومشاكل وتصريحات من الشاعر ناصر دويدار، وقال أنه أسيء فهمها واتقطعت أو يعني من سياقها، وأن كلام اتقال في نوع من الإساءة لأسرة طبعا العظيمة أم كلثوم. فما كان من أستاذ ناصر دويدار أنه هو راح وقدم طبعا واجب الاعتذار، وبكل تأكيد يعني قيمة وقامة مش بس تخصنا احنا بس، لكن العالم العربي، العالم كله، كوكب الشرق أم كلثوم. فكلام لأنه برضو في تفاصيل جديدة برضو بس هقولها حضراتكم. لكن عودة للخبر اللي علاقة بتركيا والقرارات الخاصة بيها بإغلاق شبكة دوتش فيلا الألبانية وصوت أمريكا. معانا على التليفون معالي المستشار محمود فوزي الأمين العام المجلس الأعلى للإعلام. برحب بحضرتك معنا سيادة المستشار، مساء الخير. أهلا أهلا دكتورة لبنى. أهلا وسهلا بحضرتك، كتر خير. سيادة المستشار يعني تفسر خبر زي كده إزاي؟ ويمكن كنت بسأل هل المسألة ليها علاقة ب يعني مسائل فنية وتراخيص ولا حسابات أو أوراق ضغط سياسية؟ فقول لنا استقبالك للخبر ده وتفسيرك ليه يا فندم. أنا كراجل فني استقبلت الخبر بطريقة فنية بسيطة جدا. أيوة. دولة وبتطبق القوانين بتاعتها كويس، يعني إنجاز التعبير تمارس سيادتها الإلكترونية على أراضيها. تمام، بكرر مرة ثانية اللفظ، فضل. هي دولة بتمارس سيادتها الإلكترونية على أراضيها. بمعنى إن ما ينفعش حد يشتغل من وسائل الإعلام أو الصحافة أو المواقع الإلكترونية في دولة ما إلا بعد الالتزام بقوانينها. من ضمن القوانين دي بتقول إن أنت علشان تشتغل لازم تاخد ترخيص. حدود المعلومات المتاحة إن السلطات التركية يعني طلبت من إذاعة صوت أمريكا ومن قناة دويتش فيلا إن هم يوفقوا أوضاعهم التزاما بالقوانين التركية ويحصلوا على التراخيص اللازمة. تمام. واضح من النتيجة اللي احنا شايفينها ان التراخيص دي ما لم يتم الحصول عليها، فبالتالي ترتب الجزاء القانوني ان هو تم البلوك او تم الحجب. طب هم كانوا شغالين بقالهم قد ايه من غير كده، من غير الترخيص او بتوفيق اوضاع يعني؟
بشكل قانوني. المعلومة دي الحقيقة مش عندي، بس اللي أنا عارفه إن الطلب التركي منهم منذ فبراير الماضي. بالمناسبة أنا مش عاوز الموضوع إن إحنا نختزله في تركيا فقط. برضو يعني تنظيم الإعلام بشكل عام بقى. لا لا لا، أصل كمان حصلت واقعة هي تقريبا مطابقة. اتفضل. السلطات الألمانية حجبت وأغلقت مكاتب روسيا اليوم. روسيا اليوم. في فبراير الماضي وقبل الحرب الروسية الأوكرانية. مع المستشار يعني بيقول لنا انه شبكة روسيا اليوم تم اغلاقها في ألمانيا قبل يعني ما تحصل الحرب الروسية الأوكرانية. صحيح ان اللي بيتابع القناة الروسية بيتكلموا على برضو انه لا، هي تم حجبها كمان في كامل اوروبا، وان الكلام فين بقى حرية الاعلام والى اخره، وفين الرأي والرأي الثاني، وازاي منبر اعلامي زي كده يتم غلقه علشان الصوت الروسي ما يوصلش للمواطن الاوروبي. فبرضو دي علامة استفهام هرجع بيها مرة تانية سيادة المستشار. سيادة المستشار، حضرتك بتتكلم على روسيا اليوم ووضعها في ألمانيا. وتم منع ممارسة روسيا اليوم لنشاطها داخل الأراضي الألمانية. لا، هي تيجي هنا بتقطع. أيوة يا فندم، انا 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 في المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، معلش الشبكة. فحضرتك بتقولي عشان ما كانوش واخدين برضو تصريح، يعني ما كانوش واخدين ترخيص، وبالتالي ما يدروش يمارسوا عملهم. الحقيقة ان هذا الموقف هو موقف اي دولة من قناة او وسيلة اعلام او صحافة لا تمارس العمل بناء على التراخيص او احتراما للقوانين السارية. احنا بس محتاجين نبص حوالينا شوية، وهنلاقي ان الموقف ده بيتكرر في اكتر من دولة، وبيتم التعامل معاه باحترام كبير للقانون وبتفهم كبير. وحرية الإعلام لا تعني الانفلات من كل القواعد والضوابط، إنما في ضوابط وفي شروط لازم يعني حضرتك بتتكلم. فكرتنا طبعا بحاله جدليه تابعناها من سنوات، لما الدوله المصريه هنا قفلت مكاتب لانها كانت شغاله بدون ترخيص، وساعتها طبعا الدنيا قامت زي ما حضرتك بتقول، وقالوا بقى فين حريه الاعلام. حضرتك بتقول قانون، القانون يطبق على الكل. حريه الاعلام تقتضي الحصول ابتداء على الترخيص. ايوه فهمت. الترخيص بيميز الشخص الملتزم من الغير ملتزم. الشخص النافع من الشخص المضر. هو انا لما انت ما بتاخدش ترخيص، انت ممكن تدعو لإرهاب، ممكن تدعو لعنف، ممكن تدعو لكراهية، ممكن تؤدي إلى تمييز ما بين المواطنين، ممكن تؤدي إلى مشاكل كتيرة جدا. بالمناسبة القوانين المصرية بتنظم ده كله، والقانون المصري 180 سنة 2018 منظم للصحافة والإعلام لم يخرج عن القواعد والمعايير العالمية المعمول بها في كل دول العالم. أنا بشكر حضرتك كل الشكر والتحية سيادة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام. شكرا لحضرتك يا فندم.